برافو عليك، وأخيرا خلصت منه. أوف شو تعبت. شو صار بمرتي يا ترى؟ أكيد بيكون ليفانت خرب الدنيا هلأ. خليني أطمن. ها بنت حلال، إجت حبيبة قلبي، وصلت وردة بيتنا. يعطيك العافية. حبيبتي كيف كان يومك؟ يومي بجنن، شي ولا أحلى. من ورا الأستاذ الفجعان رفيقك اضطرينا نشتري تشيز كيك من محل تاني لزبايننا. ليش؟ ما عرفت ليش؟ لأنه حضرته أكل كل التشيز كيك اللي بالبراد. أنتوا قلتوا لي فيك تاكل كل شي بالبراد. مزبوط عم تحكي، نحن قلنا لك تاكل كل شي بالبراد صحيح، والحق مو عليك ولا علي، الحق اللي وصلك لعندي بعز عجقة شغلي وهرب دغري. حبيبتي ما عرفت شو بدي أعمل، كان عندي شغل كتير مهم ولازم خلصه وسلمه اليوم. يعني اللي عندك شغل واللي عندي ماله شغل؟ بلا حبيبتي طبعا، بس نحنا عايشين من هذا الشغل. هيك صار الموضوع لكان. الله يحميك، لو لك كنت رح موت من جوعي أنا. لحظة بس لا تفسري كلامي على كيفك، لأنه ما هيك كان قصدي أقول أصلا. وأنا معصبة هلأ ومو متحملة، لا أسمعك ولا أشوف وشك. أنا اللي معصب منك، واللي زمان ساكت ومتحمل وما عم أحكي شي كمان بسبب شغلك بالمحل، هاملة زوجك وهاملة بيتك. أنا عم نظف وأنا عم أعمل أكل، شو هاد؟ وإذا نظفت وطبخت شو فيها هي؟ أنت مو أحسن من الرجال اللي نسوانهم بتشتغل على فكرة؟ ها؟ لا تتخانقوا قدامي، هلا بتتعب نفسيتي. أنت روح على غرفتك. أصلاً كل بلوينة من تحت راسك، يلا على غرفتك. وأنا رايحة كمان. وأنا رايحة كمان. وأنا كمان عندي غرفة بهالبيت، وفيني روح عليها مثلكم، مو بس أنتو. أجام حبيبي، والله ما قدرت نام وانتي زعلانة. أنا كتير آسف، كنت أناني معك اليوم وكل همي خلص شغلي. سامحيني حبيبتي، أنا مقدر شغلك وتعبك. وأنا كمان آسفة لأني عيطت عليك حبيبي، بعرف لو ما كنت مضغوط بشغلك ما صار اللي صار. هذا كان غلطي من الأول، حقك علي. يعني نقلت ليفانت على الشقة اللي تحت وقعدتوا عنا بالبيت مشان الصيانة، ما كان لازم اقبل فيهم من الأول، معك حق. بس كأنه قسينا عليه زيادة بعصبيتنا. بيستاهل، بس وجعني قلبي عليه كمان. شو رأيك روح طيب خاطره بكلمتين؟ بالأخير بيضلوا رفيقنا وما قالوا حدا غيرنا. وأنا جاية معك. ما في لزوم، انت خليكي هون بلا ما يهزلك بدنك بشي شغلة وترجعي تعصبي، أنا بحاكي وبرجع لك. هل قد خايف علي؟ بحبك كتير. وأنا بحبك كتير. ألو؟ خير حبيبتي؟ لك ضل بالي مشغولة عليكي، ما تخنقتوا ما هي؟ طلع صوتنا شوي بعدين لفينا الموضوع، لا تحملي همي خلص. أوف ريحتيني، مو مصدقة يلي عمله ليفانت، مع أنه حدا كتير مهضوم وحباب. ليفانت مهضوم وحباب؟ أنا قصدي أنه الزلمة رفيقنا واليوم كتير قسين عليه. أجام؟ ليفانت مختفي ماله هون؟ شو يعني ماله هون؟ ما بعرف، يمكن راح. لوين راح؟ ديرين بعدين بتصل فيكي، لازم سكر. سكرت. وين راح؟ طبعا ما راح يكون هون، شو هالذكاء. ليفو شو حبيبي طمني؟ ما في، دورت ببيته ما لقيته. يا ربي لوين ممكن يكون راح؟ ها ليكو اجا. انت شو جابك هلا؟ ما قدرت ما اجي، طمنوني لقيتوا ليفانت؟ لا. شو مجنون هاد؟ وين بده يكون راح يعني؟ وانت كل هالقد بهمك ليفانت؟ انا لا، ليش لحتى يهمني هذا الاجدب؟ انا حامله همكم انتوا. ايوه. شو هاد؟
من ليفو؟ رفقاتي الغاليين أجام وجينك، ليش ما قال اسمي بالأول؟ أنا رفيقه قبلك، شو هالتفريق هاد؟ دقيقة أعطيني خليني شوف. رفقاتي الغاليين أجام وجينك، لما تقروا هاي الرسالة رح كون صرت بعيد. أنا بعتذر منكم كتير، بتمنى تسامحوني، سببت لكم مشاكل وتخانقتوا بسببي. لا تحاولوا تلاقوني، أنا رحت على مكان ما حدا يعرفني فيه، ولا تسمحوا لحدا يدخل بيناتكم ويخرب علاقتكم. رفيق عمركم ليفانت. ليش عم تبكي؟ وأنا شو دخلني لأبكي؟ أكيد لا. لا شبك شو؟